السلام عليكم أعزائي التلاميذ صف الثالث ابتدائي. اليوم مادتنا إن شاء الله قراءة. اليوم موضوعنا إن شاء الله راح نتكلم عن نظارات الدب أبي فهد. نظارات الدب أبي فهد راح نقرأ الموضوع اللي متكون من تقريبا 5 أجزاء. القصة ما بيها إنه مثل ما تشوفون هاي النظارات مع أبي فهد، كل ظنوا إنه هي كن ضاعت، لكن هو كان علقها فوق راسه، هو ما يعرف. راح نقرأ الموضوع. جاءت الدجاجة الصغيرة تركض برجليها الصغيرتين إلى بيت العم الدب أبي فهد، وطرقت الباب ونادت: يا عمي يا أبا فهد، هل تريد أن تخرج للنزهة في الغابة؟ في الغابة أشجار وحيوانات وطيور كثيرة. ففتح العم الدب أبو فهد الباب قليلا وهز رأسه وقال: يا أيتها الدجاجة، لا أقدر أن أخرج للنزهة لأنني ضيعت نظاراتي. قالت الدجاجة: لا تحزن يا أبا فهد، سأفتش لك عن نظاراتك. ذهبت الدجاجة الصغيرة تركض حتى جاءت إلى الدبة أم غزيلانة وأولادها الدببة الصغار غزيلانة وكحيلانة وسعيدانة، فقالت لهم وهي تبكي: لقد ضيع المسكين أبو فهد نظاراته، وهو لا يقدر بعد الآن على أن يخرج من بيته للنزهة. فقالت الدببة الثلاثة الصغار كله مرة واحدة: لا تبكي يا أيتها الدجاجة، لنذهب فنفتش عنها. فذهبوا وفتشوا عنها هنا وفتشوا هناك وفتشوا في كل مكان فلم يجدوها. راح ناخذ إلى هنا أعزائي التلاميذ الجزء الأول والجزء الثاني. شوفوا هذول الدببة غزيلان، هاي أمهم، وغزيلان وكحيلان وسعيدان، هذول هم طلعوا مع الدجاجة يبحثون عن نظارات أبي فهد اللي هي كانوا مصوريها أنه هي ضاعت، لكن هي بالحقيقة لم تضيع، هي على رأسه. فسيخرجون أغلب حيوانات الغابة للبحث عن نظاراتهم. شوفوا أنا كتبت لكم موضوع العفو كلمات إن شاء الله راح تتم تنزيلها، وهي الدببة. هاي الكلمة عندنا ضيعت، وعندنا كلمة غزيلان، وسأفتش، وكلمة نظاراتي. شوفوا نظاراتي، إذن صار عندنا مجموعة كلمات وهي نظاراتي، غزيلان، ضيعت، الدببتي. ها هي مجموعة الكلمات اللي راح يتم تنزيلها على الدفتر مع كتابة الموضوع. الجزء الأول والثاني يكتب كل جزء مرتين، يعني هذا يكتب مرتين والجزء الثاني أيضا يكتب مرتين. بالنسبة لجاءت الدجاجة، جاءت فعل ماضي مبني على الفتح. شوفوا جاءت الدجاجة، جاءت الدجاجة، جاءت فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الدجاجة فاعل، منو جاء؟ قلنا شنو هو الفاعل؟ الفاعل اللي يقوم بالعمل، من قام بعمل ما. الدجاجة فاعل مرفوع بالضمة. أعيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. الدجاجة فاعل مرفوع بالضمة، من هي؟ جاءت الدجاجة، إذن هي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.
زين، لو جينا على فعل مضارع مستخرج من هذا السطر الأول، جاءت الدجاجة الصغيرة تركض برجليها الصغيرتين. لو جينا استخرجنا فعل مضارع، شنو هو الفعل المضارع؟ تركضوا، تركضوا، هذا هو الفعل المضارع. نعم يا طلابي، تركضوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو كان الفعل ركض فكان فعل ماضي، لكن هنا تركض الدجاجة، هي الدجاجة اللي تركض برجليها الصغيرتين. تركض فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكنا نعرف أن الأفعال قد قسمت إلى 3 أنواع: فعل ماضي مبني على الفتح، وفعل مضارع مرفوع بالضمة، وفعل أمر مبني على السكون. والفعل المضارع قلنا أشلون نعرف من مجموع في كلمة أو محصور في كلمة أنيتو، الألف والنون والياء والتاء. عندنا كلمة تركض هي فعل مضارع مرفوع بالضمة. أعزائي التلاميذ، مثل ما قلت لكم تكتبون هذا الجزء مرتين مع هذا الجزء مرتين مع المفردات اللي بلغت لكم عليها، وإن شاء الله في دروس قادمة سنكمل هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.